انت اكيد في ليك لقب دلوقتي ظهر بقاله فتره، حتى لو ما بين حبايبك واصحابك والناس القريبه، ايه لقبك؟ هما بيقولوا لي الدرويش، بيسموني الدرويش. خلاص يبقى احنا نمشيها الدرويش عمرو. يلا جدا عمرو، الكلام الحلو، الكلمه الحلوه اللي انت بتكتبها وبتطلع تقولها باحساس احلى، جايه منين؟ جايه من خيالك ولا جايه من قلبك ولا جايه من احساسك ولا جايه من تجربتك؟ مصدرها ايه؟ معظم الكتابات اللي انا كتبتها كان مصدرها الاول والاخير تقريبا هو المعايشه. يعني انا فكره التصور والتخيل بتكون موجوده في الحاجات اللي انا عشتها اصلا، مش في افتراضها. يعني انا تقريبا كل قصايدي عن تجارب معايشه واشخاص حضرتهم وعشت معاهم، فبالتالي يمكن اللي بيوصل ده للناس هو ان انا في ادائي بكون مفصول عن المسرح وعايش مع الناس اللي انا بتكلم عنهم. ده يمكن يكون صوره كويسه بتخليهم يحسوا ان انا صادق في اللي انا بقوله، مش باديه، مش باكت، لا ده هو بيتكلم عن تجربته بشكل حقيقي، بشكل منفصل عننا وخرج مننا وبيكلم الناس اللي هو عايز يكلمهم. يعني صحيح. انا عايز ارجع تاني لدرويش. ليه درويش؟ والله يعني كان في لقاء سابق كده تلفزيوني برضو، ودار كلام ونقاشات عن الثقافة وعن الشعر العامية وتدرجه وكده، وبعدين كان يعني مقدمة البرنامج ليها مني كل الاحترام، يعني قالت لي انت يعني منهمك وداخل في التجربة ودرويش في التجربة وبتاع. ثم بعد الحلقة دي بدأ الاسم يعني ينتشر ونزلت فيديوهات بالاسم ده. يعني اصلا انا قلت، ما قلت لي درويش، قلت يمكن عشان انت بتشوف في تجاربك ان هي بتاخدك شويه العالم يعني ترتقي فيه بالروحانيات او تسكو بنفسك، يعني درويش ليها معاني كتير. انا في درويش اللي هو هايم على وشه في الارض، في درويش المجذوب. ايوه، فكنت عاوز اعرف انت انهين فيهم. اعتقد يمكن كلهم، يمكن الناس شايفاني الشخص اللي داخل في تجربته قوي وطاير فيها ومعايش بالظبط، فهم شايفيني متدروش في الحكايه، في تجربتي. فضح نفسك بنفسك كده في كل القصايد، في الكتابه. والله بحاول انا امنع نفسي بس ما بعرفش، يعني في الاخر برضو بكتب اللي جوايا، ما اعرفش يعني.